الحقيقة ماجد، الأوضاع جدا قاسية، وربما ما يزيدها قساوة هو انعدام توفر المأوى وغلاء الأسعار بشكل جنوني. يعني المواطنون الآن يستغيثون في مناطق الغربية من منطقة رفح، منطقة المواصي التي الآن يتوافد في إليها أعداد كبيرة من النازحين من مناطق خان يونس التي عمليا هي تقع في محيط معارك قاسية، ويطلب الجيش الإسرائيلي من السكان الخروج إلى منطقة رفح، مواصي رفح. حازم أيضا منطقة تحتاج إلى عدد كبير من الخيام. اسمح لي على المداخلة هنا حازم، نحن نشاهد أيضا هذه الصور التي تأتينا من معبر كرب أبو سالم، حيث يقطع مجموعة من الإسرائيليين دخول المساعدات الإنسانية. هذا أحد الاتفاقات التي كانت موجودة خلال الأيام الماضية في دخول مساعدات من هذه المناطق بعد دخولها من الجانب المصري، لكن ضغط أكبر اليوم من جانب الإسرائيليين، بعضهم من أهالي طبعا الذين تم اختطافهم، البعض الآخر يرفض دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دعما للعملية العسكرية الإسرائيلية. إذن هذا ما نشاهده من بعض الإسرائيليين الموجودين في معبر كرم أبو سالم بشكل محدد. هنا حازم، يعني مع حديثك في المعاناة الإنسانية، نحن نضيف الآن أن الجانب الإسرائيلي، مدنيين إسرائيليين أناس يقطعون دخول مساعدات لمكان وهو قطاع غزة، يقول أو تقول الأمم المتحدة أنه غير قابل للعيش أساسا. كيف ممكن وصف هذا الوضع؟ يعني حقيقة هذه التظاهرات لمجموعة من الإسرائيليين الذين يحاولون منع دخول هذه الشاحنات تأتي في ظل محاولات الضغط ورفض من قبل هذه الشرائح الإسرائيلية لدخول المساعدات بحجة بأنه هذا أمر غير منطقي في ظل وجود محتجزين رهائن لدى حركة حماس، يجب أن نضغط أكثر عليهم ونمنع دخول هذه المساعدات. وفي ذات الوقت عمليا مسألة دخول المساعدات هي تخضع للقيود الإسرائيلية، وإلا لم تكن أساسا ضمن الاشتراطات وأيضا المفاوضات الجارية لصفقة التحرير الرهائن ووقف إطلاق النار المؤقت. لذلك العملية برمتها تخضع لتعقيدات سواء من قبل هؤلاء المتظاهرين أو حتى طريقة وصول وأعداد كميات هذه المساعدات وآليات توزيعها. هناك تعقيدات كثيرة تنعكس على هذه الشرائح من النازحين ومن المواطنين سواء في مناطق الجنوب أو حتى في مناطق شمال قطاع غزة التي لا تصلهم المساعدات، وحينما تصل ويتهافتون عليها يطلق عليهم الرصاص من قبل الطائرات المسيرة. لذلك الأوضاع جدا قاسية ماجد، والقسوة أكثر هي فيما يتعلق بغلاء الأسعار. هناك عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يعملون قبل الحرب بنظام المياومة يتلقون أجورا يومية باتوا بلا عمل، وبالتالي هناك شرائح كبيرة من المواطنين لا تستطيع شراء حتى النايلون للخيام أو حتى شراء المعونات الإغذائية. لذلك يواجهون مصيرا مجهولا ويخرجون لأبواب المشافي وأيضا المناطق مساعدات الوكالة إلى مراكز التموين يطلبون المعونات الغذائية، وهناك أعداد كبيرة منهم لا تستطيع أن تصل. الشرائح التي لا يوجد لديها أبناء أو شباب تستطيع أن تحمل هذه المعونات الغذائية، يواجهون ظروفا إنسانية قاسية. لذلك هذه التعقيدات الإسرائيلية عمليا في مناطق جنوب قطاع غزة وفي مناطق الشمال ما تزال مستقبلها مجهول، خاصة في ظل هذه التهديدات الإسرائيلية للدخول إلى منطقة الشريط الحدودي من رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا. هناك أعداد كبيرة من المواطنين تخشى أن يتم هذا الأمر، وهذا سيدفع بعدد كبير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من الحدود المصرية للخروج باتجاه منطقة المواصي. هذه المنطقة التي باتت تكتظ بعدد كبير من النازحين، يقدر من نزحوا أو من يقعون في محيط المناطق التي حذر الجيش الإسرائيلي بضرورة الإخلاء من منطقة خان يونس بنحو 500,000 نسمة. هؤلاء الآن يخرجون إلى منطقة ضيقة في رفح، والتهديدات الإسرائيلية المستمرة في هذه المنطقة ما تزال تشير وفق إذاعة كان العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أعد خطة للدخول إلى منطقة رفح.
تحسبا من وجود شبكات أنفاق، وأن هذه الأنفاق قد يتم التهريب منها الأسلحة وأيضا أو خروج قيادات حركة حماس منها أو إخراج محتجزين رهائن. لذلك هناك تخوفات أمنية تدفع بالجيش الإسرائيلي راسم مخططات إلى لهذه المنطقة. عمليا السكان في هذه المنطقة باتوا في حيرة من أمرهم، لذلك عدد كبير منهم نزح في أكثر من مرة وفي أكثر من مكان، وبالتالي كل مرة ينزح فيها هؤلاء المواطنون من منطقة إلى أخرى يتركون أمتعتهم، خاصة من نزحوا من منطقة خان يونس خرجوا، ومنهم من اعتقل ومنهم من ترك أمتعته وفراشه واضطر إلى أن يبدأ من الصفر مجددا يبحث عن فراش ويبحث عن بطانيات. هناك تقديرات في مناطق رفح الآن تشير بأنه هناك حاجة ماسة لنحو 50,000 خيمة، لأن المواطنين في هذه المنطقة تركوا جميع خيامهم في المناطق التي كانت تؤويهم في مراكز الإيواء وفي المشافي، لأن الجيش الإسرائيلي على نقاط التفتيش ماجد يمنع المواطنين حتى من حمل بعض الأمتعة، يدخلون عبر حواجز تفتيش أقامها في الطريق الغربية، يدققون في هوياتهم ولا يسمحون لهم بحمل الأمتعة، لذلك يبدأون من الصفر مجددا، يبحثون عن كل ما يمكن أن يقيهم حر يعني برد الشتاء القارص، وأيضا توفر البطانيات والفراش وغيرها من مقومات الحياة الأساسية. لذلك هذه الأوضاع ماجد تتكرر في كل مرة، تتكرر في المناطق التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، وتتكرر أيضا في المناطق التي من المتوقع أيضا أن يدخلها الجيش الإسرائيلي في حال نفذ تهديداته بالدخول إلى منطقة رفح.